غياب عبد الله السعيد عن المباراه الماضيه مباراه الانتاج الحربي مع بيراميدز، واليوم بيغيب امام اسوان. هل ستكون عائق امام فريق بيراميدز اليوم مع اسوان؟ عبد الله لعيب كبير طبعا، يمكن توقعنا انه هيكون عائق في ماتش الانتاج، ولكن لقينا الماتش سهل جدا من الدقيقه الاولى. يعني الانتاج كان مش في حالته، تعبان مرهق جدا جدا، وكسب الماتش، عمل ماتش كويس جدا، وما كانش فيه اي يعني تقريبا فرص نادي الانتاج الحربي، وكان ماتش 90 دقيقه لصالح البيراميدز. ماتش النهارده برضه حتى لو عبد الله موجود، الملعب زي ما قلنا ضيق شويه، ما فيش المساحات الكبيره اللي عبد الله يقدر يشتغل فيها، اللي يستلم بين الخطوط يسلم ويستلم. يعني اعتقد الملعب ما يساعدش عبد الله السعيد يعني قوي، مش هيساعده قوي يعني. لكن كمان بيراميدز خلاص بقى واحد من الفرق الكبيره. عبد الله طبعا اكيد في الماتشات الكبيره يفرق بكتير، لكن بالنسبه له المفروض ماتش اسوان يعني عنده بدايل تقدر تشتغل. شفناها الماتش اللي فات يمكن بشكل كويس، شفنا يعني ابتدى يحط ابراهيم عادل بيأدي بشكل جيد جدا، فاروق وابراهيم حسن واسلام عيسى، عنده اسامي كتيره بصراحه يعني. نعم. واساسا عبد الله في ملعب زي ده برضه زي ما بقول لك، ملعب هو بيحب يلعب الكوره الضيقه وفي مساحات ضيقه، هيبقى مقفول قوي الملعب، محتاج ممكن يكون سرعات، محتاج اقوى لعيبه، اقوى بدنيا شويه او عندها سرعات يعني انها تاخد الكوره في مساحات لو فيها مساحات اتعملت. فهيفرق اكيد، لان شكل بيراميدز بيتغير من غير عبد الله، طريقه اللعب بتتغير من غير عبد الله. نعم. لكن المفروض بيراميدز خلاص فرقه كبيره، من الفرق المرشحه تاخد الكونفدراليه، من الفرق المرشحه انها بتنافس على تاني الدوري على الاقل السنه دي. ف يعني المفروض انها ما ياثرش قوي بالشكل ده في الماتش ده، يعني ممكن ياثر عليه مثلا هيلاعب الزمالك، هيلاعب الاهلي، هيلاعب الاسماعيلي، هيلاعب المصري، الفرق اللي هي المحتاجه فعلا عبد الله السعيد. لكن في ماتشات انت ممكن تشتغل من غير عبد الله وتادي فيها يعني. نعم.